جمهور يا كابتن ضياء جمهور حاجه عظيمه. انا جسمي اشعر. عايزين نلعب، نرجع نلعب تاني. جسمي اشعر والله. التحضير ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره باذن الله. ان شاء الله التحضير النفسي مهم جدا في المباريات اللي زي دي. كولر يتكلم كتير ولا الحدث نفسه مش محتاج كلام؟ كولر يتكلم كتير في الفنيات والتحفيز والمساعدين بيشتغلوا على اللعيبه الفردي. بيقعد في لو في مهام خاصه بتقعد بالفيديو بتاع الخصم بتاعك مع انا بقول لك على اللي كنا بنعمله يعني مع كروش، وكولر بيعمل ده يعني، واللعيبه عارفه ده كويس. النادي الاهلي عمل سبق، هو عامله كان قبل كده ايام جوزيه، انه معاه طبيب نفسي رياضي، طب نفسي رياضي، وان شاء الله ربنا يوفقه يعني. و يعني اللعيبه واصله لها كل حاجه، هي محتاجه حته الفرق ما بين زي ما زكي قال في اللعب، ما بين انك تبقى تلعب سريع وتخلص، وانك تتسربع. تتسربع هتضيع، تتسربع هتغلط. السربعه دي على الهجوم وعلى الدفاع. الدفاع ما تبقى هادي واجريسيف عشان ما يبقاش في غلطات ان شاء الله، والهجوم تبقى هادي واجريسيف حاد. اسمها حاد في احراز الفرصه. تبقى حاد، مش محتاج سربعه تلاقي رجليك ملخفنه، تشوت الكره بدري قبل التايمنج بتاعها، انت فرود وعارف. فالحاجات دي كلها مهمه. واعتقد حته المعنويات هيتكلم فيها الدكتور، بيتكلم بقى ما اعرفش، اكيد بيتكلم بشكل فردي وشكل جماعي. في ناس بيلطه كمان، انت عارف في لعيبه بتبقى مش في دماغها، بتبقى عارفه حجم الماتش لكن عمرها ما بتتهز، وبتعلى معاه فاحنا معظم محتاجين الشخصيات دي. الشخصيات دي بكره هتلاقيها موجوده ان شاء الله. طب كابتن ضياء، بخبراتك وانت اشتغلت في المنتخبات واشتغلت في الانديه سواء في مصر او خارج مصر، مباراه زي دي اكيد هيبقى فيها مواقف صعبه. المواقف الصعبه ممكن اللاعب يتعامل معاها ازاي؟ ممكن الكوتشنج يتدخل فيها امتى؟ مهمه جدا. الكوتش يبقى مركز جدا، هو والمساعدين، لانه اللي بيبقى قاعد من ورا بيبقى شايف برضو حاجات كتيره. الكوتش بيبقى عليه ضغط المباراه كلها فنيا، لعيب لعيب وخط خط وفرد فرد. مدرب اسمه ميشيل، مدرب الحراس ميشيل يانكون، ميشيل يبقى واخد باله دايما عينه على الـ على الـ على الشناوي طول الوقت، يعني طول الوقت يبقى شايف الشناوي. سامي عينه على الباقي، على الديفنس، الهجمه الناحيه دي هو عينه على الديفنس، واقفين صح ولا مش واقفين صح، يفكر يذكر. خد بالك يعني انت تعيش شغلك، ما تعيش الجمهور هيعيش مع الماتش ويشوف الكره فين ويمشي وراه. لكن انا كستاف في السيناريو المباراه، كان ستاف وكولر انا في المباراه وفي لعبتي، فلازم تبقى التفاصيل الصغيره دي تبقى انت واخد بالك منها. كولر هيبقى واخد باله ان شاء الله، لكن الجهاز اللي معاهم مهم جدا. طب الدكه في المباريات اللي زي دي، ممكن اللي في الملعب ما يقدرش يحسم المباراه، لكن التغييرات اللي على الدكه طبعا اوراق رابحه تغير لي الدنيا كلها. طبعا بس انت مش هتقدر، وانا بحط اللعيبه وانا بعمل اللاين اب ال11 والاحتياطي، ان انا اقول ده هيبقى ورقه، وانا مش عارف ظروف الماتش ماشيه ازاي. على حسب ظروف المباراه، على حسب سيناريوهات الورقه دي دفاعيه او هجوميه، وده ذكاء كولر بقى. حسب ظروف المباراه يحتاج ده امتى، ده امتى وفين. انت واخد بالك، ده حسب ماتش يبقى ماشي ازاي. ان شاء الله يبقى ماشي بشكل كويس من الاول يعني. بس احيانا المدرب بيحب يرسم سيناريو. بص يعني انا شفت ده في مانويل جوزيه كان كده. مهما عملنا من سيناريوهات، اللعب كرة القدم كلها مواقف. الماتش كله مواقف، مواقف متغيرة. يعني انت مثلا هتقول لي ماتش الصفاقسي بتاع بوتريك، هو قال لي شادي العب الكرة الطويلة دي، وبعدين يطلع عماد متعب، وبعدين تخبط في الدماغ ابو تريك يبقى في ظهرهم ويشوط، استحاله يكون ده في سيناريو. لكن هي ظروف المباراه. انت فاهم قصدي؟ ظروف المباراه ماشيه ازاي؟ ظروف المباراه انت اللي بتشتغل، وفي النهايه سيناريوهات معظمها بتاعت اللعيب، بتاعت اللاعب. معظم السيناريوهات اللي احنا كمدربين احيانا بنستخبى في السيناريوهات دي. يعني بيتقال علينا ان احنا اللي عملنا السيناريو ده، لكن انا بقول لك الحقيقه، اقول لك الحقيقه في النهايه اللي غير السيناريو المدرب والجمهور وكل حاجه اللعيب ان شاء الله. طيب لكن البدايات
في ايد المدرب. انا اقول لعيبتي تعليمات، نزل ضغط، نزل اخد حماس الجمهور من النهارده من المؤتمر الصحفي. تمام، من المؤتمر الصحفي. طيب، بدايه المباراه على طول علشان حلقتنا خلاص قربت على النهايه. الوقت جري معاك بسرعه. مجموعه من الصور بقى نسترجع معاك ذكريات حلوه نشوف. يلا بينا. فريق الاعداد عندنا مجهز لك دي صوره وشايفين كاس مصر. ده كاس كان الكابتن مشرف على الفرقه، وانا كنت مساعد كابتن فتحي وسام البدري واحمد واحمد وعلي. علي لابس فلاله الاهلي. امال ايه. واحمد برضو صوره مع كاس مصر، بس هنا وانت لاعب. ده انه كاس مصر ده اللي كسبنا فيه المصري. ده وانت لاعب بقى اللي فات انت في الجهاز الفني. اللي فات وانا في الجهاز ودلوقتي انا مدرب. صح صح. دي كنا في جنوب افريقيا. بطوله افريقيا اللي خدنا فيها البرونزيه، ده حسين السيد ومحمد صلاح. ده في كيب تاون. الصوره اللي بعدها الله يرحمه، ده كان في الملعب الفرعي في الاستاد. دي كانت تمرينه من تمرين منتخب الشباب، وكان الكابتن جوهري مدير فني الاتحاد الله يرحمه. مدربنا العظيم الله يرحمه. الصوره اللي بعدها دي كنت وانا مدير فني الاتحاد الاماراتي، كان عندنا دوره المنتخب الناشئين في سباير. ده الملعب المتغطي شاف. وكان شافي موجود بيلعب في السد. اخر صوره دي معانا مع مدربنا ماي براذر برادلي في تمرينه من تمرينات المنتخب. يعني ماي براذر احنا بنقول لبعض كده، بيقول لي انت اخويا وانا اقول له انت اخويا. تمام. طيب، يمكن دي كانت مجموعه من الذكريات والصور الجميله للكابتن ضياء السيد في مراحل مختلفه، وهو مدرب وهو لاعب في قطاع الناشئين وكمان في المنتخبات الوطنيه. كابتن ضياء، انا عايز اقول لك بجد نورتنا وشرفتنا، سعيدين جدا بالحلقه معاك، وكنا نتمنى يكون في وقت اطول من كده، بس القعده معاك بصراحه ما بنشبعش منها. انا اللي سعيد بيكوا جدا، بيكوا باسامه، واسامه طبعا ابني من زمان. وسعيد بوجودي في قناه النادي الاهلي، بيتي، وعايز اشكر الكابتن الخطيب وادعي له بالشفاء، ربنا يشفيه يعني. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويعافيه. وبشكر كل اداره القناه يعني انه سمحوا لي ان انا اجي. ده بيتك. لا ده بيتك. ده بيتك كابتن زياد، حتى لو بيتي. انا كل يوم في النادي على فكره. بس قناه النادي الاهلي كانت ناقصه خطوه، فالخطوه اتحققت الحمد لله، انا سعيد بيها جدا. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب كابتن ان شاء الله بالمكسب بكره باذن الله. كابتن اسامه، انا بشكرك شكرا جزيلا. انا كمان شرف ان انا موجود معاك النهارده، انت احد الاساطير اللي موجودين في النادي الاهلي ومهاجم تاريخي للنادي الاهلي. شكرا لك. وانا استمتعت معاك، وبشكر كابتننا ومدربنا كابتن ضياء السيد، وبشكر زميلي محمد سعيد على الحلقه النهارده. ويا رب نكون قدمنا لكل جمهور النادي الاهلي الصوره، ويتبقى بكره ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اهم شيء، هو ده العنصر ان شاء الله المهم، مع دعم جمهور النادي الاهلي اللي هيكون ان شاء الله ليه رساله مهمه خلال التسعين دقيقه. وهنا بشدد وباكد على التسعين دقيقه، التشجيع ان شاء الله يكون تشجيع مثالي، وان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وكده وصلنا نهاية حلقتنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم.